في الموضوع ده الادويه ما عدتش عيني فيها ميه عندي زياده في الوزن دكتور انا حامل في الشهر السابع طلعت ضرس من كام سنه وكان في تسوس مش هقدر اكل حقن الانسولين الصبح لو بدلتها ممكن اعرف العظم بيخرج وجعاني جدا ارجوك رد عليا عايزين حضرتك تعرفنا ايه هي مشكله القولون العصبي اللي في ناس كتير جدا بتعاني منها بسبب ان الناس بتبقاش مرتاحه بسبب ان هو بيسبب غازات وانتفاخات فحضرتك فهمنا ايه بالظبط مشكله القولون العصبي خليني ايه اوضح بالنسبه لموضوع القولون العصبي ده موضوع قديم قوي يعني هو موضوع بقاله كتير بس انا لما هاجي اتكلم هقول اول حاجه واهم حاجه الناس كلها لازم تعرفها كويس قوي هل هو قولون عصبي بالفعل ولا لا هل المرض اتشخص صح ولا لا هبتدي الاول اتكلم باختصار عن اعراض القولون العصبي ده عيان بيشتكي من الم في البطن غالبا الالم ده بيكون مركزي ممكن يسمع في الجناب شويه الالم ده بيجي غالبا بعد الاكل بفتره غالبا الوقت اللي العيان فيه بيبقى صايم يعني مثلا زي فتره رمضان او كده بتبقى الاعراض اقل ده غالبا في معظم الحالات وفي نفس الوقت العيان بيشتكي من انتفاخ او عدم راحة او امتلاء دايما بيشتكي منه غالبا بيكون مصاحب للألم ده بيكون معاهم حاجة تالتة هي عدم انتظام في الطبيعة بتاعت الاخراج يعني ممكن يبقى عنده اسهال ممكن يبقى عنده امساك ممكن يبقى عنده الاتنين يعني يبقى في تناوب ما بين الاسهال والامساك طبعا الاعراض دي في المجتمع الغربي مثلا هي اشهر سبب لغياب الناس عن العمل بتاعها يعني بقرار من الطبيب المعالج او من التأمين الصحي بتاعه هرجع اقول اللي انا قلته من شوية المهم ان هو يكون قولون عصبي يعني احنا كتير قوي بيجي لي مريض في العيادة بيتقال ان هو متشخص قولون عصبي او كتير طبعا من الناس اللي سألت الاسئلة اللي موجودة عندنا دي هتقول ان هي قولون عصبي وممكن حقيقة ما يكونوش قولون عصبي دي نقطة مهمة جدا ليه؟ لان الاعراض دي فيها تشابه مع امراض كتير تانية على سبيل المثال انا مش بقول ان ده التشخيص غلط بس من الحاجات المشهورة بس المهم هنا التشخيص بيبقى مهم طبعا مهم ان احنا نشخص الحالة صح عشان العلاج عشان العلاج برافو عليكي طيب انا النهاردة لو العيان ده مثلا عنده حساسية غذائية زي اللاكتوز زي اللي هي حساسية الالبان زي حساسية القمح او الجلوتين او بعض العناصر الغذائية التانية زي البقوليات مثلا لو عنده عسر هضم مش قادر يهضم حاجة من الحاجات دي بشكل المطلوب يعني وبيأكل منها كتير هتجيله نفس الاعراض بتاعت القولون العصبي انا بدي مثال انا بقولش كده بس ممكن يبقى في امراض تانية برضو على سبيل المثال بره الجهاز الهضمي زي مثلا مشاكل الغدة الدرقية زي في امراض الجهاز الهضمي التهاب القولون التقرحي كل دي حاجات لازم نتأكد ان العيان ما عندوش اي مشكلة من المشاكل دي طب يا دكتور مثلا ايه اهم اسباب القولون العصبي امتى مثلا اقول ان ده مريض قولون عصبي ايه الاعراض اللي ممكن تظهر عليه برافو عليك احنا قلنا الاعراض الم في البطن وانتفاخ او عدم راحة ومشكلة في الطبيعة سواء اسهال او امساك لكن المهم وانا بشخص ان انا اطلب الحاجات اللي استبعد بيها الامراض التانية يعني انا بكشف على العيان بعمله الفحص الاكلينيكي اللي احنا بنعمله في العيادة وبعد كده بطلب منه شوية ابحاث طبية الابحاث دي ممكن تبقى معمل ممكن تبقى اشعة ممكن تبقى مناظير بعديها العيان ده بيبقى سليم تماما في الابحاث دي يعني قولون عصبي مرض هو زي ما اسمه كده هو قولون عصبي يعني هو ما عندوش حاجة عضوية فيه هذا المريض ما عندوش مشكلة عضوية خالص هو عنده شكوى لكن جميع الفحوصات بتاعته سليم طيب نقطة مهمة لازم الناس تعرفها والناس اللي بتعاني من القولون العصبي ان هو طبعا برغم معاناتك اللي انت بتعانيها لكن لازم تفهم كويس قوي ان هو مرض ملوش مضاعفات يعني المرض ده مش هيتطور لحاجة وحشة مش هيقلب بمرض فيه مشكلة يصعب عليك طيب القولون العصبي برضو غالبا في معظم الحالات بيجي في فترة معينة من الحياة يعني بيبدأ عند سن مثلا 16 ل 18 سنة ممكن يجي اقل او اكتر شوية وغالبا بعد في الاربعينات بالكتير بيختفي خالص او الاعراض دي بتبقى محتملة جدا الفترة التانية دي بتبقى الفترة اللي فيها الاعراض وكتير جدا جدا بيكون بسبب اكلات معينة تزوده بيكون بسبب ستريس معين بيكون بسبب مثلا زي واحد مسافر يعني متعرض لبيئة غير اللي هو متعود عليها
او مع تغيرات الجو المفاجئه ممكن تحصل الاعراض دي. لكن هو في الاول وفي الاخر مرض حميد، يعني حضرتك طالما اتاكدنا من التشخيص ان مفيش حاجه تانية مستخبيه، حضرتك عندك مرض مزعج شويه بالنسبه لك، لكن هو مرض حميد تماما مش هيقلب باي حاجه الحمد لله. طب يا دكتور في حاجه دلوقتي، احنا عارفين طبعا ان القولون العصبي ده مرض يعني من زمان جدا، مش حاجه يعني جديده علينا، فاحنا بقى عايزين نفهم هل العلاج هو هو ولا الدنيا اتطورت في العلاج فيه؟ طيب هو طبعا احنا كل لما بيعدي وقت بيحصل تطور في الادويه، في طفره دايما بتحصل في الادويه وكل الناس بتحاول تنتج حاجه جديده. هنقول باختصار ان ادويه القولون العصبي بتبقى عباره عن حاجات بتفك التقلص، يعني بتقلل التقلص اللي موجود عند حضرتك وتقلل احساسك بالانتفاخ. دي الادويه القديمه دي حصل فيها طفره ان هي تبقى الادويه دي مضاعفاتها اقل، غير ان بقى فيها ادويه متخصصه اللي عنده قولون عصبي مع اسهال ياخد حاجه، واللي عنده قولون عصبي مع امساك ياخد حاجه، واللي عنده قولون عصبي المتبادل اللي هو بين اسهال وامساك عنده ياخد حاجه. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى والمهمه جدا ودي اللي عملت برضو طفره في علاجات القولون العصبي اللي هي البروبايوتكس والبريبايوتكس. البروبايوتكس دي عباره عن حاجات فيها بكتيريا معينه بتتاخد بجرعات معينه، البكتيريا دي مفيده للجهاز الهضمي. خلاص هنبقى نعمل فيديو مستقبلا عن حاجه اسمها الميكروبيوم اللي هي البكتيريا المفيده للجهاز الهضمي، لكن دي عندنا كلنا قصور فيها، ودي غالبا العيان بيحس براحه كبيره جدا جدا بس ياخدها بالشكل السليم، لانه كتير جدا مننا بيستخدم الحاجات المنتشره في السوق ويقول لك انا خدت الدواء وما عملش معايا نتيجه. بيبقى الافضل ان الدكتور هو اللي بيعالجه وعارف حالته، يبقى هو الدكتور اللي بيكتبه. في حاجه اسمها البريبايوتكس والبروبايوتكس، احنا شرحنا البروبايوتكس، هنتكلم عن البريبايوتكس برضو باختصار. استخدامها اقل في القولون العصبي، لكن دي بتبقى مواد مش بتتهضم، اما بتنزل بتساعد البكتيريا الكويسه اللي موجوده في الامعاء بتاعتنا ان هي تتكاثر. احنا نبقى نعمل حلقه مخصوص عن الميكروبيوم، بس انا بقول ده اهم علاج دلوقتي جديد في علاج القولون العصبي.